مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. عام الفيل وقد تقدم ولد عليه الصلاة والسلام. يا أخواننا، مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك نص، لا من كتاب ولا من سنة ولا من عمل الصحابة ولا سلف الأمة ولا التابعين ولا الأئمة احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاحتفال جاءنا من أناس لا يعرفوا بالدين أصلا، أرادوا إفساد الدين علينا. هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده؟ هل احتفل الصحابة رضوان الله عليهم؟ لا، الحب الحقيقي يترك هؤلاء ويرجع إلى البدعة والضلالة، نصرعها في المحبة الحقيقية الصادقة في اتباع عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه المحبة الحقيقية. نعم، فماذا نصنع؟ نصوم الاثنين. لماذا؟ يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا إشكال في هذا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عندما سئل عن صيامه من الاثنين يصح. أمنا نحتفل حتى لم يحدد، اختلف العلماء في تحديد هذا اليوم واختلفوا فيه، ثم لا يهم عندنا معرفة هذا اليوم، نعم، الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.